لسنوات طويلة اعتبر العلماء أن دهون الأوميغا 3 هي أحسن وسيلة لمواجهة أمراض القلب، لكن دراسة صينية صادمة بصراحة تشير إلى نتائج مختلفة تماماً. تخيلوا، تناول مكملات زيت السمك يمكن أن يزيد من فرص الإصابة بأمراض القلب والسكتات الدماغية، ولكن هنا نتحدث بالتحديد عند الأصحاء. وعلى الرغم من فوائدها الصحية، إلا أن هناك اعتقاد في الأوساط الطبية أن الشركات المصنعة لمكملات زيت السمك تبالغ في فوائدها الصحية دون أدلة كافية. طبعاً عبر منصات التواصل الاجتماعي يحذر مجموعة من الأطباء من تناول مكملات زيت السمك بدون داع صحي، وبعضهم يعتقد أن الفوائد المنتشرة للمكملات لم تدعمها الأدلة بشكل كاف. نتابع بعض الآراء في المقطع التالي. ليش الدكاترة ضد الأوميغا 3؟ نحن بس ضد الاستخدام العشوائي، أغلب الناس ما تحتاجه. ركز معي، أغلب الادعاءات المنتشرة عن فوائده أدلتها العلمية ضعيفة، حالات معينة بس اللي تستفيد منه، مثل ارتفاع الدهون الثلاثية الترايجليسرايد. خذ الأوميغا من الأسماك والفواكه والمكسرات. الأوميغا احنا عارفين طبيا طول عمرنا انه هي مفيدة لصحة القلب، لكن الأشخاص اللي بياخدوا الأوميغا وهم ما عندهم مشاكل صحية، أنا وجهة نظري حاليا ارجع لطبيبك وشوف هل أنت حالتك بتستدعي ولا بلاش منه. عموم، خلينا نروح للزميلة ريان ومزيد من التفاصيل والأرقام عن الدراسة المقلقة ومخاطر مكملات زيت السمك على الصحة. يسعد صباحك ريان. صباحك يا ريم، بداية أسبوع سعيدة. يعني حنتكلم اليوم عن واحدة من أشهر المكملات الغذائية، لكن هنالك تحذيرات. إن كنت من الأصحاء فاحذر أن تتناول المكملات الغذائية لزيت السمك، هذا ما كشفت عنه دراسة حديثة وإليكم نتائجها. أولاً، الدراسة شملت 415 ألف شخص يستخدمون مكملات زيت السمك بانتظام، بينهم مصابين بأمراض القلب والأوعية الدموية وآخرون لا يعانون من أي علامات للمرض. ونبدأ بهؤلاء. تخيلوا، ثلث المشاركين أصيبوا بالرجفان الأذيني، و22 ألف شخص أصيب بنوبة قلبية أو سكتة دماغية، فيما توفي أكثر من 22 ألف شخص بقصور القلب أو السكتة الدماغية. خطر الإصابة بأمراض القلب كان أعلى بين النساء والمدخنين بنسبة 6%، أما خطر الوفاة أعلى بنسبة 7% للرجال، وعلى العكس تماما بالنسبة للمصابين أصلا بالمرض. فقد أدى الاستخدام المنتظم لمكملات زيت السمك إلى تقليل خطر تطور المرض من الرجفان الأذيني إلى نوبة القلب بنسبة 15%، وقلت النسبة كذلك من تطور قصور القلب إلى الوفاة بنسبة 9% حسب ما نشرت ديلي ميل البريطانية. الآن عودة إلى ريم وضيفة. صراحة الإحصائيات والأرقام والدراسات مخيفة جدا، مخيفة يا للأصحاء، للمصابين بالمرض ممكن يعني تفيدهم أكثر. مطمئنة. أكيد حنناقش هذا الموضوع بتفاصيل أكثر، ورحب باستشاري أمراض القلب الدكتور أحمد السكري. يسعد صباحك دكتور صباح أحمد. خير. صباح. يعني مما لا شك فيه أنه في دراسات تقول أنه لها فوائد، وأنه مكملات الأوميغا 3 تقلل من العدوانية بنسبة 30% مهما كان عمر الشخص، ولكن لما نقول أنها قد تكون مضرة للصحة للأصحاء، ليش؟ أول حاجة، الأوميغا 3 هي الأشهر مكمل في العالم كله. صحيح. هي نوع من الدهون. الدهون دي أنواع، دهون مشبعة ودي ضر، موجودة معظمها في الحيوانات، ودهون غير مشبعة ودي مفيدة، رغم أن هي دهون بس مفيدة، منها مجموعة الأوميغا اللي هي أوميغا 3 أو 3 و 6 و 9. المشكلة في الأوميغا 3 و 6 أن الجسم ما بيصنعهمش، فأنا محتاجهم. طبعا. طب محتاجهم عن طريق إيه؟ الأشهر هو الأسماك. مظبوط. والأسماك فيها أوميغا 3 جاهزة للامتصاص. طيب النباتات فيها؟ فيها نباتات فيها أوميغا 3 لكن غير جاهزة للامتصاص. طيب الأسماك زي إيه مثلا؟ زي سمك التونة والسردين والأسماك والمكاريل والحاجات دي كلها. طيب الأوميغا 3 مفيدة؟ طبعا مفيدة، لأنها تكون جزء مهم جدا من مكونات الخلايا الموجودة في الجسم كله. طيب. خلايا المخ، خلايا القلب، خلايا العضلات، كل الخلايا الموجودة جزء من مكونات الجدار أوميغا 3، فإحنا محتاجينها. فلو واحد بياكل بانتظام أسماك ما عندوش مشكلة. حلو، يعني احنا ممكن نستطيع اننا نستفيد منها عن طريق الغذاء. ولذلك تسمى مكملات وليس حاجات أساسية. كلمة مكملات هي بتكمل لو انا ما باكلش. طب لو انا باكل هي مش محتاجها. طب الفكرة كلها زيها زي اي دواء، انا لو خدت جرعة زايدة هيجيلي منها اعراض جانبية.
اتوقع ان انا باخد بنادول مره اثنين ثلاثه ما يحصلش حاجه. بس دكتور هي يعني المكملات الغذائيه احنا بنشوفها في السوبر ماركت او في الصيدليه وبنروح نجري عليها ناخذها نقول يلا حتفيدني ما حتضرني. لا هي بتضر، هي زيها زيها اي دواء. لو خدت اي جرعه زائده عن اللزوم ممكن يحصل مشكله. مثال بسيط والاشهر، الناس اللي بتاخد جرعه كبيره من فيتامين دي بيجي لها تسمم فيتامين دي، فده اسمها مكملات غذائيه. رغم ان كده لما خدوا جرعه كبيره جاله تسمم. الاوميجا 3 لو خد جرعه ازيد يجي له منها تسمم، فيجي له منها اعراض جانبيه خطيره جدا، فزيها زي غيرها. انت عارف يا دكتور المشكله فين؟ احنا كمان السيدات بيروجوا لنا ان الاوميجا 3 قد ايش مهمه للبشره ولصحتنا ولشعرنا، وانه لازم ناخذها كاسلوب حياه من ضمن نظامنا الغذائي ومن ضمن المكملات اللي بناخذها كل يوم ومن غير استشاره الطبيب، وهنا تكمن الخطوره. هو الكلام ده صح برضه، لان الاوميجا فعلا لو قلت في الجسم انا ما خدتهاش ما باكلش كويس، يبتدي يحصل جفاف في الشعر، جفاف في الجلد. ده بالعكس حاجة غريبة جدا، الناس اللي عندها جفاف وعندها إكزيما لما نديها جرعة بسيطة من الأوميجا الجفاف بيقل والإكزيما بتروح، بيتحسنوا. ده بيتحسنوا كتير. ولذلك حتى منتجات البشرة دلوقتي هتلاقي فيه حاجات من السيرم اسمها أوميجا 3 سيرم، يعني موجودة فعلا، فهي مفيدة. لكن لو أنا باخدها من مصدر طبيعي أنا مش محتاج المكملات. تاني حاجة الفكرة كلها أنا باخد كمية قد إيه وإيه نوع الأوميجا 3 اللي أنا باخدها. الأوميجا 3 فيها كذا مادة، فيها حاجة اسمها الإي بي إيه والدي اتش إيه، وفي ماده لاجئه من نباتات اي ال اي، بس الاشهر الاي بي اي والدي اتش اي. طب الدي اتش مفيده في الاطفال اكتر، ودي مفيده لصحه المخ اكتر. طب الاي بي اي مفيده في الكبار اكتر. خلاص، وانا باخدها بجرعه معينه. يعني لو واحد مثلا عنده الدهون الثلاثيه اكتر من 500 ملغ ممكن اديله 4 جرام في اليوم من الاوميجا 3، مش من الزيت، من الاوميجا 3. طيب لو هو عنده دهون ثلاثيه اقل من 500 انا بدي جرعه بسيطه، ممكن ادي 100، قصدي 1 جرام 2 جرام حسب الحاله وحسب اللي يعني انا عاوزه. عشان كده لازم نسوي تحليل. طبعا التحليل مهم جدا. حتى الناس اللي بتاخدها مثلا الرياضيين اللي بيلعبوا عاوزين يحافظوا على الكتله العضليه، هل الاوميجا 3 مفيده؟ طبعا مفيده جدا، ده بالعكس بتحافظ على الكتله العضليه، بتخلي الريكفري بتاع العضلات افضل كتير. ولذلك حتى لما نقول له تريكي بوينت كده بتاع اللي بيلعب رياضه، عشان تحافظ الكتله العضليه خد اوميجا 3 1 جرام او 2 جرام من اي بي اي، وخد مكملات حاجه اسمها الهايرونيك اسيد. أيوة. الاثنين مع بعض يعملوا يخلوا العضله تحتفظ بالمية اكتر. فالقدره العضليه او الكثافه العضليه بتاعته ما تقلش مع الوقت. برضه نرجع نقول يا دكتور بعد استشاره الطبيب وبعد بعد عمل التحاليل. لكن في مشكله اخرى، انه يقولوا 1 من 10 مكملات غذائيه بالاوميجا 3 تحديدا بتكون فاسده بتتاكسد، هل هناك مشكله في طريقه حفظها او فين المشكله بالضبط بتكمن؟ هو الفكره كلها ان الاوميجا 3 لو رحت انا الماركت دلوقتي اي سوبر ماركت في عندي اوميجا 3 علاجيه وفي اوميجا 3 غير علاجيه. طب الغير علاجيه مش محتاجه روشتة، وهي دي تكمن المشكله هنا. لان لما اروح دلوقتي الاقي اوميجا 3 مثلا ب 10 وفي اوميجا 3 ب 1000، طب ايه الفرق؟ ما هو ده. وما ابص على المكونات الداخليه الاقي مكتوب نفس المكونات، هنا 1 جرام وهنا 1 جرام. طب البوينت تيجي فين؟ المكملات الغذائيه الرخيصه او مش شركات مضمونه دي سامه تعتبر على المدى الطويل. ليه؟ انا بمسك علبه الاوميجا 3 مكتوب مثلا انا بديك زيت 3 جرام، هو كذاب. لو دخلت على المكونات الداخليه هلاقي مكونات الاي بي اي اللي انا عاوزها والدي اتش اي اللي انا عاوزها برضو بكميات ثانيه، هلاقي مثلا 300 او 400. يعني ضروري اننا نقرا الليست المكتوب. وبعد كده في كلمه تانية كده، أيوة. هلاقي هو خالي من الاملاح الثقيله ولا لا. ليه بقى؟ لان السمك لما باخده الزيت بتاعه بكميات كبيره من غير ما فلتره في عمليه حاجه اسمها تنقيه. نعم. ولذلك تكمن جوده وثمن المنتج في معدل نقائه. انا خدت زيت السمك وحطيته في كبسولات وهديته للناس، ده في حاجه اسمها ماده اسمها الزئبق او املاح ثقيله. نعم. على المدى الطويل، على المدى الطويل يحصل تسمم بطيء على المدى الطويل. نعم. مضر بالقلب يتهيأ. ده مضر بكله. ده مضر بكله. الموضوع طلع أخطر مما نتخيل. مضر ممكن يؤدي إلى أمراض سرطانية. أوف، لهذه الدرجة. طبعا. فلذلك نقول للناس لما أنت بتجيب الأوميجا 3 ما تسترخش، اسأل الدكتور أنا هاخد أي نوع من الأوميجا 3. مظبوط. يعني أنا لو عندي طفل مثلا وعاوز أديله أوميجا 3 أشوف العلبة، لو مادة الدي اتش عالية دي الأطفال أحسن. نعم.
لو واحد كبير لو مادة الاي بي اي عالية دي أحسن كبر أكتر. مظبوط. هو صحيح مفيد الأوميغا 3 وفي يوم 3 مارس من كل عام بيوافق اليوم العالمي لأوميغا 3، وزي ما ذكرت يا دكتور إذا إحنا بنحصل عليه من المواد الغذائية من أكلنا اللي هو السمك والمأكولات البحرية غالبا كم مرة في الأسبوع؟ مرتين في الأسبوع، فما في داعي إني. لكن لو واحد مثلا عنده حساسية من السمك ما بيأكلش لازم ياخد أوميغا 3، لازم بعد استشارة الطبيب وعمل التحليلات اللازمة. صراحة استفدنا منك كثير دكتور أحمد السكري، شكرا لوجودك معنا في هذا الصباح. تحياتي فندم، يديك العافية.